مشاهدينا الكرام، اسبوع جديد وحلقه جديده من برنامجكم اجنده مكتبه اسكندريه. تعالوا مع بعض نستعرض اهم الاحداث والفعاليات اللي تمت خلال الاسبوع اللي فات. استعد مكتبه اسكندريه بالتعاون مع معهد جوتا للحفل الموسيقي اوبرا كارمن للمؤلف الفرنسي جورج بيزي، واللي هتبقى على خشبة المسرح الكبير بقاعة المؤتمرات بمكتبة اسكندرية يوم الجمعة 26 والسبت 27 نوفمبر. احنا سعداء جدا بان احنا نقدر بعد تجهيز سنتين كاملين من العمل على المشروع ده ان احنا نحط اوبرا زي ما بقول جراند اوبرا، اوبرا كبيره من اشهر الاوبرات اللي في العالم على مسرح مكتبه اسكندريه. تعاون ما بين مكتبه اسكندريه ومعهد جوتا، هي الحقيقه مش بس عرض للاوبرا لكن هو مشروع مهني وتعليمي كمان. الفكره بتاعت المشروع ان كان نفسي دايما نحصل تنميه للمواهب الكبيره جدا اللي موجوده جوه كورال مكتبه اسكندريه وجوه الدارسين الغناء الاوبرالي في اسكندريه اللي ما بيبقاش عندهم فرص كتير انهم يشاركوا في اعمال بالحجم ده. فعملت فكره المشروع ده ومركز الفنون شجعني وعرضته على دكتور مصطفى، والحقيقه يعني نلت كل السبورت يعني للفكره ان احنا نعمل العرض ده. It's amazing so far. We are rehearsing a lot and we have many energetic people who are working hard since months and years on the show. And we are now on the stage rehearsals, so well, it's musical rehearsals and stage rehearsals. So, but everybody is super excited, and it's a nice experience so far. It's really, it's fun to work, it's hard work, and it's a good quality. I'm surprised. I mean, everything is, the sound is already quite good, the stage here and there as well, but we still have to work a lot. And yeah, looking forward. It's fun to be here. It's nice. الأدوار الأساسية يعملها بروفيشنالز مهنيين، دي شغلتهم في الحياة، مغنيين من كل أنحاء العالم. معنا كارمن من ألمانيا، التوريرو من أمريكا، التنور مصري، السوبرانو مصرية، تعاون كده. لكن الأدوار الثانوية بيأديها شباب من الدارسين الغناء في كورال مكتبة اسكندرية وفي اسكندرية بشكل عام. وهي دي فكرة المشروع، ان احنا نقدر نعمل تنمية ثقافية، مش بس انك تعمل عرض لكن تعمل عرض ذو مشروع وهدف تعليمي. It's super international. I mean, it's a French opera which takes place in Spain from a German director, performed in Alexandria. So with people from all over the world. Our Carmen is from Germany as well. We have Escamillo from Australia. So from all over the world, people come together. So it's super international. The opera itself is already international with a French composer and yes, performed here. I like it. Actually, I like that the music and this opera, the art of opera, brings people together. So this artwork comes together. It just exists when the people are coming together, and no matter if it's Paris or Germany or Australia or Egypt, people like this music and they like to perform this music and they like to listen to it, and that's amazing. And yeah, let's hope to have a good show. أنا هتكلم بيزيكلي عن دور الأطفال في الأوبرا. دور الأطفال عندهم مشهد في الفصل الأولاني ومشهد مع كبار في الفصل الأخراني. ففي المشهد الأولاني هيبقوا لوحدهم، وطبعا اتدربوا واتحركوا ورقصوا، وموضوع يعني خد منهم شويه مجهود لطيف. وفي الفصل الاخراني كل الدنيا بقى هتبقى موجوده على المسرح، فيعني هتشوفوا اعداد. بس فهي الفكره كلها انها فرصه عظيمه جدا، اوبرا من الاوبرات الجميله اللي اتعملت في تاريخ الموسيقى. موسيقتها على قد ما هي مليانه وجميله والهارمونيز حلوه جدا، بس لطيفه انها تتسمع. يعني مش اوبرا تقيله عايزه حد متخصص قوي قوي، لا اكشلي اوبرا الناس كلها ممكن تسمعها وتنبسط بيها.
المكتبة 13 للخط العربي نظمتها مكتبة اسكندرية لطلاب مدارس الإسكندرية، وتم إطلاق اسم الراحل الأستاذ محمد روتيل الفنان وأستاذ الخط العربي على اسم الدورة دي، واللي أقيمت على مدار 3 أيام في المكتبة. النهاردة هو اليوم الثالث لمسابقة الخط العربي 13 على مستوى محافظة الإسكندرية بين طلاب المدارس سواء المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. النهاردة اليوم الثالث المرحلة الثانوية، والحمد لله من خلال امبارح وأول امبارح في المرحلة الابتدائية والإعدادية بنجد تطور ملحوظ في أداء ومواهب طلاب مدينة الإسكندرية. المسابقات المتميزة جدا، وإحنا يعني في بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم وبين مكتبة اسكندرية، يمكن دي السنة 13 اللي احنا بنقرر فيها المسابقة، بنعملها المراحل الثلاثة على مستوى مدارس اسكندرية كلها، الإدارات الثمانية بتوعها، وعلى مستوى دي التصفية على مستوى المديرية، بنصف الأول إدارات وبعدين بنجي نعمل مستوى المديرية هنا في المكتبة. أنا سعيد جدا إنها الدورة 13 على التوالي، وهي باسم الراحل محمد روتيل، والحقيقة محمد روتيل هو اللي أسس للمسابقة في الأصل يعني. وأنا سعيد جدا بالتعاون مع التربية الاجتماعية ومكتبة الإسكندرية على مواظبتهم على استمرار هذه المسابقة. أعمال جيدة جدا في مستوى الخط العربي، وواضح اهتمام المدارس في المحافظة لهذا النوع من الفن الراقي الجميل. المسابقة بتوضح حاجات كتير قوي من المواهب، سواء في الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، وخاصة المراحل اللي بيكون فيها معلم خط عربي، بتساعد كتير قوي على تحديد المراكز بتاعت الطلبة. طبعا المسابقات متميزة جدا، اللي بتحيي الفن العربي بتاعنا والجمال بتاع الخط العربي، ان احنا بنحافظ على مسابقة زي دي وبننمي في ولادنا الجمال ده، طبعا شيء مميز جدا ومجهود مميز من مكتبة اسكندرية، وطبعا احنا بيساعدنا التعاون ده. في البداية انا محب الخط جدا، ورحت في المدرسة وعرفتهم ان انا بكتبه كده، بعد كده لقيتهم اهتموا بالموضوع وخلوني يعني اشترك في مسابقات جوه المدرسة، بعد كده بكتب لوحات بسيطة، بعد كده اخدوني بقى اول ما عرفوا ان في مسابقة على مستوى اسكندرية وكده كلموني على طول، ومحدش اتأخر وكلموني على طول وجيت اشترك. تمام. نستعرض لقاءات مع بعض الزوار الأجانب من جنسيات مختلفة ونشوف انطباعاتهم عن جولتهم بمكتبة اسكندرية. It's my sixth trip to Egypt, my third trip to Alexandria, and my third trip to your wonderful library. It's really nice for the moment. We just arrived yesterday, but it's been a really great, like it's a really cultural shock a little bit. It's different from what we are used to back home, but definitely it's really good. For the moment, we're seeing people is really nice, and particularly Alexandria Library, it's really amazing. It's something that probably I didn't knew it was that big. I heard about the old one a little bit, but I didn't knew that. That new one was so big and so modern, and it's really nice. I was amazed at everything it contained. It's just not a collection of wonderful books. It's some museums, it's exhibitions. It's everything you could dream of.
قناة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي مكتبة اسكندرية دايما حريصين على تقديم كل أخبار وأنشطة المكتبة، وطبعا بنسعد بالتواصل معاكم ومعرفة آرائكم. أطيب التمنيات ليكم من أسرة البرنامج، ونتقابل الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من برنامجكم أجندة مكتبة اسكندرية.